ceinture à portée تايباس افيك تايباس غادي ناخذوها من لا جيب دروات اللي هي كتبقى مصدر ومن بيع الجميع عدد كبير من التنورات ماشي الجميع عفوا اذا غادي نتوكلوا على الله جيب دروات دابا راني نبحث على جيب دروات عندي ثلاثه لي جيبين اللي شرحت لكم ديك النهارات ولكن باغي جيب دروات غادي نوضع الباترون ديالي على هذا الشكل كما القاعده اذا غادي ناخذ الخلف بوحدو والامام بوحدو اذا الى كنتي تاخذ الباتروناج بهذا الشكل راه غتولي جيني في لي باترون دو بيردا عندي صديقه ديالي من بلجيكا كتخدم غير بيردا صديقه ديالي مهمه في هولندا كتاخذ من بيردا المواضيع غير لي طاي كيختلفوا le devant هادي غادي ناخذ لا جيب ديالي دخل اذا هي هادي جمعهم خط واحد هنايا اللي ندغوات انا ما رانيش ندير الخلف هنا باش ندير لابانس ديال لي اونش ولكني كندير طريقتي باش قريت اذا ما شاء الله سبحانه وتعالى كل ما اتصلت فيا في القناه الاولى كتقول لي استاذ داكشي اللي كنعمل راه كيجي هو هذاك ومازال عندنا خلاف بعض المسائل ولكن ان شاء الله نحاولوا نحلوها هذا العام اذا راه امام ديالي الكتاب اللي كنناقش معكم فيه المواضيع ديالي ديالكم إذن كنتطلع لكم في الفيديوهات لأنني يعني اش راني نقول لكم لا غالب ما عنديش وقت والله ما عندي الوقت بالله لا غالب اللي كيطرحوا لي أسئلة كبار راه الشرح باش غادي نشرحوا لك راه خص بزاف يعني خصنا الوقت خصنا بزاف المسائل اذا بعد ما عملت انا هذه المسائل نعمل واحد الخط اللي هو نيشان نتاع هنايا نتاع لي بينس واللي غادي يساعدني على هاد لا جيب اذا غادي نعمل هذه لا بينس ديالي غادي ناخذ هاد لا بارتي ديال الخلف وغادي نرجع لا بارتي ديال الامام باش ندير فيها ميم اوبيراسيون كما نقول لكم واحد جوج هادي رياليزي فوتر ترافاي اذا نقطع واحد جوج اذا جو بونس كو هذا راه لو دوفون الامام Et merci pour les Parisiens, je remercie tout le monde de France, ainsi la Belgique, les Ranin Habkoum, Zev. ننساوش خوتنا في الوطن العربي العظيم جميل اذا لو دو لو دوفون ما درت لهمش العلامه اللي هي 3 4 ها نتوما شوفوا راه ندير لهم هذه العلامه كاس جهتي الا ما درت لهمش بحال هكذا راه ما نفهمش اذا غادي ننطلق للتغيير او لي فارياسيون دو موديل
اذا اللي ما هادوك شوفوا الا كانت التنوره كدا راه كاينه لا بانس، ولكن اليوم غادي نسحب لا بانس بهذا الشكل ومن بعد نحكي. اذا غادي ناخذ الماركور ديالي. اذا فويسك هنايا عندي اكارتي نعمل هكذا وغادي نروح ديريكت لهنايا. هنايا كوم دابيتود كنخرجو ب 1.5 باش نعملو لو هكذا بديك الطريقه اللي وريتكم الاولين. هذا راه سو فورم دان كودي. إذن أشنو دابا عملت هنايا لو دوفون ديالي بهاد الشكل وبهاد الشكل وبهاد الشكل وبهاد الشكل. أشنو بغيت قلتي لنا مع الأول لا سانتيغ رابورتي تاي باس. إذن تاي باس مثلا في لا هوتور دو باسان 20. إذن عندي هنايا 20 سنتيم غادي نقسمها على 3 سي لستا 6.6. اذا 6.6 6.6 او غادي. اذا جاياني على هذا الشكل. انا حتى كنت نتراسيها من الاول ماشي دابا في لاجيب نسيت. اذا 6.6 6.6 6.6 راني نحوس على هاد 6 ومع هاد 6. ناخذ البيستولي ديالي. اخوات في الجزائر راكم تسولوني على البيستولي والبيروكي راه موجود عندكم. راه دوك الاخوات اللي وصاوني راه قالت لهم يدوزوا عندها جار راه عندها كلشي في العاصمه. يلا اذا هنايا ما غاديش يبقى لينا راه موجود كلشي عندكم البيستولي. اذا هذا غادي راه طايباس هادي غير باش تفهموا قطعت انا بهذه الطريقه هذه باش تفهموا. موجوده حتى في وهران وفي سيدي بلعباس موجود هذا المات. اذا كما تشوفوا راه نحكيو على لو دوفون هذا الدوفون. اذا هنا ما راهش مقطوع. من بعد في التيبي غادي نزيد نشرح لكم غادي ندير نفس لوبيراسيون لودو. هذا لودو لصقت عاوتاني الخلف على هذا الشكل كما راكم تشوفوا 6 سنتيمتر ديال من هنا لهنا 6 سنتيمتر ونجيبها على شكل مقواس. اذا علاش في المدرسه كيختاروا لا جيب هي الاولى للتلاميذ؟ علاش؟ لان ما كتكلفش الوقت بزاف وما عندناش فيها منعرجات والتدارس ولا قريت جغرافيا ما عندناش فيها مشاكل كثيره. اذا فيها فاش كتلقى يديك وملي كتصوب شي حاجه كتحس بانك تنفستي وارتحتي وليتي واحد اخر وليتي نافع في المجتمع ديالك وليتي مليح يهتموا بك الناس. هذا هو الدور ديالي ان شاء الله. اذا من خلال الباتروناج فين بغيتو نديرو السلسله واش في الخلف ولا في الجنب؟ سؤال ديال اليوم. اذا ردوا عليا باش نشوف فين غادي ندير السلسله. اذا بعد ما انتهيت عندي هاد لي بانو فين مرتيتو عليا نتوما انا نحيد هادو. ها هما لي بانو دابا ديالي نتاع لي جيب لا جيب. اذا كاين هذا كاين هذا الخلف. اذا غادي نتسنى الجواب ديالكم باش تقولوا لي فين بغيتو ديروا السلسله باش نديرها فين كتجيكم صعيبه يعني فين كتجي ما رايش تقدروا عليها.
باش نعملها. بشرى مازال انا عند الوعد ديالي بالنسبه للسلسله في ديكاتلون ولا في الكانيش، حنا كنقولوا له الفوطه ونوديه. اذا ها هما جوج لي بانو، هاد لاجيب سو فورم دو كات بانو، يعني شكل اربعه لي بانو، ولكن حنا غادي نديرو بها ان شاء الله 3 بانو، جوج في الخلف وواحد في الامام.